بداية عافانا الله وإياكم من هذا الفيروس اللعين، وخلينا نبدأ معك يعني دكتور من منطلق التفريق ما بين الفيروس وما بين الإنفلونزا والأعراض اللي ممكن تكون نوعا ما متشابهة بينهم، لكن كيف من الممكن نميز بأنه إحنا مصابين بالفيروس أو بإنفلونزا موسمية؟ هو عائلة الكورونا أو التاجية هي جزء من الإنفلونزا أو فيروس الإنفلونزا العام، يعني في تشابه كبير بين الفيروسين وفي صفات مشتركة كثيرة، ولكن فيروس الكوفيد كان في يعني اللي أظهره شدة الإصابة بتكون أشد وقدرته على اختراق الخلايا بيكون أقوى ومضاعفاته أكبر ونسبة وفياته مرتفعة، فبالتالي هو يشابه الإنفلونزا في طرق العدوى في الانتشار في حتى في التطعيم تبعه، تقريبا الاثنين بيتشابهوا في تمام. التطعيم، ولكن الاثار الجانبيه له وقدرته على الانتشار بنظر وعدم وجود مناعه عند معظم الجمهور لانه ما مرش عليه قبل هيك، فبالتالي كان السبب في الجائحه اللي بتصيب العالم بسبب الوفيات العالي بسبب الاصابات والاعاقات الكبيره اللي بنشوفها حاليا. تمام. طب خليني دكتور محمود، يعني من بداية دخول الفيروس لجسم الإنسان، يعني حتى يكون في معلومات دقيقة وصحيحة مباشرة منكم فيما يتعلق بالإصابة، يعني كتير بيحكوا إنه بيستقر في مكان معين ومن ثم بينزل على الرئة. خليني أحكي بس معك في هاي التفاصيل بشكل سريع، وفي حال لا سمح الله نزل على الرئة، ما هو الإجراء المفترض إنه متبع لحتى نسيطر نوعا ما عليه؟ اولا الفيروس انتقاله ينتقل غالبا بالرذاذ، عندما يتكلم الواحد بصوت مرتفع او يعطس او يكح او غيره بيكون بيحمل الرذاذ المحيط في الانسان حامل الفيروس، بهذا الفيروس ممكن ينتقل من انسان لاخر، تقريبا الرذاذ هذا بيكون انتشاره حمل ثابت مترين اذا ما كانش في تيارات كبيره في المنطقه. الاسطح، الايدي، المقابض غيره، نسبه الاصابه محدوده جدا، تكاد تكون يعني تكاد لا تذكر، يعني انه ينتقل عبر المقابض عبر الاشياء او الاغراض، هذه صعبه جدا ونظريا، ولكن لا 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 يوجد انتقال العدوى فيها. تمام. يستقر الفيروس عاده في المجاعه الفوسيه العليا غالبا في الحلق، اذا ثبت نفسه في الحلق والتصق في خلايا الحلق بيبدا هنا يشعر المريض ب، طبعا معظم المرضى لا يشعر باي شيء وخاصه اذا مناعتهم كويسه، الشباب الصغار في السن ما بيشعروش ابدا، ممكن ما يشعروش باي اعراض نهائيا للفيروس، ممكن يشعر بحرقه في الحلق او التهاب في الحلق، حاسه الذوق ممكن يصير فيها شويه تغيير، يشعر بطعم المواد كانها بلاستيكيه او كانه في شيء محروق بيشم فيه بيحس فيه، ممكن يفقد حاسه الشم، ولكن ممكن تنتهي القصه لحد هنا يوم او يومين وتنتهي ويتخلص من الفيروس. لكن اذا الفيروس استطاع انه يخترق الأغشية المخاطية وبعدين يوصل إلى الرئتين من الداخل، في الرئتين يتكاثر الفيروس على حساب خلايا الرئتين، تمام. وبالتالي بينتشر انتشار كبير، تبدأ ارتفاع درجة الحرارة، الآلام، آلام العظام، عدم الشهية للأكل، ممكن يوصل للمعدة، ومن تيار الدم يعمل شوية إسهال أحيانا، ممكن يعمل مغص، آلام في كافة أجزاء الجسم، صداع، يعني الأعراض العامة للفيروس شبيهة بالإنفلونزا ولكن أشد شوية أو تمام. أكثر حدة من طب دكتور الإنفلونزا. محمود، خليني بسمعك خطوة خطوة عشان بس إن المواطنين يكون في عندهم وعي شوي. يعني مسافة ما بيكون بالحلق المفترض في هناك إجراء يعمله المواطن حتى يعني يتخلص منه قبل ما ينزل على الرئة، في إمكانية إنه في إجراءات طبعا متبعة؟ تمام، طبعا بشكل طبعا، سريع. الصحة العامة والمناعة العامة هذه أهم شيء حتى يقي المريض من الآثار الجانبية للفيروس أو انتشاره أو تكاثره وتحوله إلى جائحة قد تصيب الإنسان. الصحة العامة منها الامتناع عن التدخين وتجنب الأماكن الملوثة هوائيا وغيره، تجنب شرب المشروبات المثلجة أو الساخنة حتى لا يحصل تشقق في الأغشية المخاطية، وندي فرصة للفيروس انتهازيا إنه يخترق هذه الأغشية المدمرة ويبدأ يعمل اللي هو التكاثر تبعه. يعني مفروض مشروبات دافئة، لا هي سخنة ولا هي باردة. بالضبط تمام بالضبط، تمام تجنب المشروبات المتطابقة سواء باردة أو سخنة. هنا لا يمكن تشخيص الفيروس في المرحلة هذه، لأنه أولا مش حيعرف من وين إجاء العدوى، ثانيا يعني الأعراض عامة ما بتكون شبيهة يعني بأي شيء ثاني، ولكن أي شعور بآلام بالحلق، حريان بالحلق، تغيير أي تغيير ممكن الواحد يشرب سوائل دافئة، يزود من فيتامين سي،
من الليمون، العصير البرتقال اللي بالحمضيات، هاي بتساعد في قوة الخلايا ومكافحتها لاختراق الفيروس. طبعا الصحة العامة لما تكون جيدة بتنتهي الإصابة لحد المرحلة هذه وبتنقلص الفيروس، ولكن إذا كان الصحة العامة سيئة أو في بعض المرضى مجرد يشعر نفسه تعبان أو في عنده شوية سخونة بياخذ بعض الأدوية اللي قد تساعد الفيروس، بتنشط الفيروس نعم، مثل الديكلوفيوديكورد اللي بياخذوها الإبر باستمرار لما يكون في ارتفاع الحرارة، هذه بتخفض المناعة بشكل كبير وقد تتسبب في إصابة أو أذية الإنسان، وأن الفيروس يستطيع أن يتكاثر في داخله ويتحول إلى مريض كورونا. نعم، يعني المفترض أنه ما يتعاملش مع هذا الشيء، يعني حتى في الوعي في الوضع اللي إحنا فيه المفترض حتى لو إنفلونزا اللي معه عادية اللي هو عارف أنها عادية المفترض ما ياخدش. لازم أبدا ياخدها، لازم أبدا ياخد الديكلوفيوديكورد مع بعض لأنها تخفض مناعته. تمام. طب الآن لا سمح الله نزلت على الرئة دكتور محمود، الإجراء المفترض أنه لو بيعاني من مشاكل، شو هي الخطورة ونسبة الخطورة لو بيعاني مثلا لا سمح الله من ربو، من مشاكل في الرئة، في التنفس، المدخنين، كل واحد فيهم كيف يجرى؟ بتبدأ الأعراض بالشدة بحيث أنه بيخفي التنفس أكثر عند أخذ النفس العميق أو إخراج النفس، تغر في الصدر، ارتفاع درجة حرارة، عدم قابلية للأكل، عدم شهية، ألام في العظام، يعني في أعراض لكن لا مش شرط أن تكون كافة أعراض عند المريض. نعم. ممكن أنه يكون في فقد في حاسة الشم والذوق، ممكن لا مش شرط يعني هذه، وممكن تكون كل الأعراض أو بعض الأعراض وممكن ما يكونش عنده أي أعراض نهائيا، وخاصة عند كبار السن بيوصل لمرحلة التهاب رئوي أو متقدم وهو ما بيشعرش بأي حاجة، ممكن يكون معاه شوية كحة أو كحة أو بلغم. فبالتالي هنا يعني يجب متابعة درجة الحرارة، متابعة الحالة العامة للمريض، نسبة الأكسجين في الدم، الفحص الطبي السليم حتى يتم تشخيصه، ممكن يتاخذ عينة من الدم لفحوصات الدم العادية، وممكن فحص الفيروس عن طريق مسحة من الأنف أو عن طريق الدم. في الدم حاجة اسمها IgG وIgM اللي هو أجسام المناعة اللي موجودة في الجسم اللي بتقاوم الفيروس، إذا وجدت معناته إنه الفيروس مر عليه سواء مر عليه أو عنده مناعة من الفيروس. هذه كلها ممكن في الفحص إذا شكينا في المريض إنه يكون عنده كورونا، وبالتالي إذا تشخص ممكن إنه نبدأ العلاج بطريقة سليمة حتى نجنبه مضاعفاته ونسبة الوفيات العالية اللي بتحصل نتيجة لهذا الفيروس. تمام. طب يعني المفترض ختاما معك دكتور، يعني الفيروس منتشر بشكل سريع جدا، ولربما حتى بدناش نراهن يعني بشكل كبير انه يضل المواطن فقط يفكر انه شيء كبير، اذا كان هو مواطن يعني في اعماره في الثلاثينات والعشرينات انه بيقدر يسيطر، او انه احنا ماخدين فكره عامه انه الشباب ما بيأثرش فيهم كتير، المفترض انه احنا نخوفهم، ولكن ممكن يأثر، ممكن يأثر. تمام. نعم. عشان احنا بس يعني نحاول بقدر الامكان نلغي عند المواطن حاجه اسمها لو، يعني مفترض انه يتعامل بشكل كامل انه ممكن ينصاب، مش انه انا ممكن اني انا اخرج من هاي المحنه، لا المفترض اتعامل معاه بالشكل اللي هو منتشر فيه عالميا بانه خطير والمفترض انه احنا ناخذ بالنا منه. ختاما دكتور محمود، يعني نصائح سريعه جدا فيما يتعلق باستهتار كم كبير من المواطنين بهذا الفيروس، خطورته على المدى، يعني اذا انتشر في الجسم بشكل كامل كيف من الممكن انه احنا نتخطى مرحله لا سمح الله انه احنا نفقد العزيزين علينا اذا كانوا بيعانوا من مشاكل، مفترض هناك اجراء يجب ان يتبعه كل مواطن، شو الفحص الطبي المبكر، اعطاء العلاج بطريقه سليمه، اذا كان هناك تاثيرات قد تؤثر على حياه الانسان تجاوزه للمستشفى فورا حتى يكون اعطاء العلاج بطريقه سليمه. احيانا بنضطر انه نحط المريض على اكسجين، نعطيه محاليل وادويه في الوريد، احيانا بنضطر نعطيه حاجات ابعد لدرجه انه ممكن نحطه في عنايه مركزه ونحطه على تنفس صناعي. المهم انه المريض انه الشاب اللي بيشعر نفسه انه مش ممكن يكون عرضه للفيروس، قد يصاب بالفيروس وينقل الفيروس وينقله الى اعز احبابه، ممكن يكون هو سبب في نقل الفيروس لاقرب المقربين له، يكون سبب وفاه سواء والده او والدته او اجداده او الناس اللي كبار في السن او الناس اللي يكون عندهم مناعتهم منخفضه سواء في البيت او خارج البيت. فبالتالي يجب على الانسان انه يحافظ على نفسه وحافظ على الغير، فمن احيا نفسه كانما احيا الناس جميعا، قتل الناس جميعا، يعني هو نقله للعدوى ممكن يكون قتل الانسان
وهو لا يدري انه بيكون ضرر على الاخرين اذا ما اتخذش الحفظ والحذر وما تعملش بطريقه سليمه، تخلعش الكمامات، تبعد الاجتماعي، الطرق الوقايه السليمه حتى لا ننقل العدوى من انسان لاخر. صحيح، كل الشكر والتحيه لكم، نتمنى لك تمام السلامه. دكتور محمود الخزندار، استشاري الامراض الصدريه ومناظير الرئه في المدينه الطبيه ومستشفى القدس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هاي المعلومات والتوضيحات فيما يتعلق بفيروس كورونا. إذاعة صوت القدس، صوت حر لشعب حر.